سلطانه تنرحب بها حيت حاضره معايا لهذا العرس ديالي، وتنقول شكرا بزاف للمنظمين اللي نظموا هذا الحفل هذا، بدر وهشام وابتسام، شكرا بزاف. ما كنتش كنتصور ان غيديروا لي عرس بحال هكا، وكنقول لهم اللي خطيكم، وكنشكر الناس ديال فاس كاملين اون جينيرال اللي جاوا حضروا معايا العرس ديالي وفرحوا بيا وكبروا بيا، كنقول لهم شكرا بزاف. والفرحه ديالي ما تتصورش يعني قدام هاد الناس كاملين. ورسالتي للشباب تنقول لهم توكلوا على الله وتزوجوا زواج زوين. ما كناش ناويين نديروا شي حفل بحال هذا، زعما بهاد حفل اسطوري الحمد لله، وفرحنا بزاف والله يجازيهم بخير. وكنقول للشباب اللي باغي يتزوج ينوضوا يتوكلوا على الله، الله ييسر لهم امور والله يجيب لهم التيسير. والزواج زعما فهمتي بنادم اللي يتوكل على الله والرزق غادي يجيبه الله. عبر قناة السلطانة كنقول لمراتي كنبغيك بزاف وكنموت عليك، وهي الدنيا كاملة حيت صبرات معايا وقاصرت معايا. معكم محمد بدر. كتشوفوا اليوم حاضرين في مدينه فاس، كنفرح بواحد الكوب اللي اجتمع عندنا وتعرف عندنا، حيت حنا عندنا مجموعه ركن وتعارف يعني ملتقى الشباب من اجل الزواج، وفوالا فرحنا بهم ان شاء الله. لا مجموعه فيسبوكيه كنا جالسين بيناتنا، واحد الكوب اللي عندنا هنايا تعارف في المجموعه قرروا انهم يتزوجوا، فجاو عندنايا وحنا قررنا المساعده ديالهم. اجواء في هذا العرس دازت صافا الحمد لله، وكل شيء ضحك وكل شيء نشاط، وفرحنا بزاف العرسان واللي هما دي مومبر من الجروب، وهذا شرف لينا اننا نكونوا يعني منتمين هذا العمل الخيري الزوين. نتمنى من كاع يعني من كاع المجموعات اللي كاينين في المغرب انهم يعني يكونوا يعني يديروا اعمال تطوعيه بحال هذه، ويكونوا فيها اعراس زوينه واون ميم طون يكونوا اعمال خيريه زوينه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.